بما انك متالق بزياده النهارده يا استاذ جيمي فلازم اديك فقره مفتوحه عن امام عاشور. انا عايز اسمع منك شويه كلام عن امام عاشور. انا اتكلمت عنه كتير عشان كده ما سالتكش وقلت لك يا يمين وشمال وفوق وبيلعب مهاجم وبيدافع وبيعمل كل حاجه في الملعب. انت حر دلوقتي قول ما تشاء فيما يخص الاضافه اللي عملها امام عاشور في تشكيله النادي الاهلي. بص يا كريم، نرجع تاني دايما مرجعيتنا كلنا هي الكره بتقول ايه. صح. الكره بتقول لك انه لعيب مركز 8 او البوكس تو بوكس عنده شويه ادوار. صح. لما بيعملها بنقول عليه لعيب كويس، لما بيتفوق فيها انت بيقول لك ايه، لازم تصل الى مرحله الاتقان ثم تصل لمرحله الاجاده حتى تصل لمرحله الابداع. فانت الراجل متقن جدا الادوار الراجل بيطلبها منه اللي احنا شرحناه. تمام. بعد شويه الراجل ابتدى بعد ما اتقن وبيأدي ابتدى يجيد، ابتدى يعمل حاجات جوه الادوار، وبعدين بقى بيطلب منه يطلع كجناح يدخل جوه ال 18، فابتدى نلاقي فيه لقطات ابداعيه من امام عاشور. ليه؟ لانه لعيب شامل، لعيب متكامل قادر انه يعمل ده. طب تعالى اوريك امام عاشور النهارده في كل حته. لما بنيجي نتكلم على الهجمه ببساطه مش بخشش في كلاكيع، في ناس بتقسم الهجمه ل 16 جزئيه و 18 جزئيه، لكن خلينا في البسيط. مرحله بناء الهجمه، تطور الهجمه، انهاء الهجمه. لما الاقي لعيب وسط ملعب بيعمل الثلاثه قول لي مين بيعملهم. يلا. زيه وريني. بص امام عاشور موجود فين؟ عشان هنعدي على اللقطات دي كلها بسرعه. امام عاشور موجود فين؟ موجود في العمق. هاي. بيعمل الباس اسيست انفراد لحسين الشحات، قال القرار ما كانش احسن حاجه واستنى تقل شويه عليها حسين فالراجل لحقه وعمل عليها البلوك، لكن الباس هنا بمنتهى البساطه، سرعه القرار، التحضير، التواجد في المكان المناسب، بروح للفريم اللي بعده باص لحسين، الراجل راح انفراد اتاخر فيها شويه وكلمتك على الحركيه، بص تو واقف فين وكهرباء واقف فين عشان يفتحوا المكان اللي في النص، الشارع اللي في النص ده لولا حسين بس تباطأ فيها جزء من ثانيه كان الراجل هو منه للجون او على خط المرمى لكن منه للجون. اللي بعد اللي بعد يلا بص هنا قرار تاني، امام جاي من اقصى الناحيه الشمال لعمق الملعب عشان يعمل الاوفرلود في عمق الملعب. الطبيعي هنا امام يعمل ايه؟ بص يا كريم، يعمل هنا امام يعمل ايه؟ يحطها لديانج، يحطها لتاو، ما يرجعش تاني للزحمه. صح. الراجل بعد ما خد القرار وهوش الراجل، الراجل جه معاه راح راجع تاني وعدل الكره على شماله. كمل. القرار دايما دايما متنوع، الراجل بيأسست، الراجل بيحاول شو كمل شاط بشماله، راح تشالها الحارس بصعوبه، كره ارضيه على شمال الحارس شالها بصعوبه وكان بيحاول كهربا يتابع لك انها الحارس شالها على جنب. اللي بعد اللي بعد بص هنا اللعيب اللي بيجري، اللعيب اللي بيجري ناحيه الشمال ده كريم امام عاشور. احنا جبناه من العمق، جبناه على اقصى الطرف الشمال، جبناه وهو بيعمل الهجمه المرتده دلوقتي مع حسين. حسين هو اللي داخل في العمق شغال بلاي ميكر هناك في العمق. كهربا اقصى اليمين اللي بيجري في التشانل الخامس هو بيرسي تاو، امام عاشور اللي بيجري من ناحيه الشمال هنا. كمل نشوف امام عمل ايه. يلا اللي بعد، دخل الراجل عامل السبرنت من قبل الباس، رجع الراجل طبعا صفره كالعاده، صفره كالعاده. ليه؟ امام لعيب، شوف كل الجرينتا والجري امام لعيب هادي جدا. صح. قراراته هاديه ومتحضره، الراجل اللي جاي عارف ان هو جاي مندفع. هنا لقى زوايا التمرير كلها مقفوله، ما عندوش غير حل واحد، ممكن نرجع لمروان لورا، غير كده زوايا التمرير كلها ماشي. الفريم اللي بعده ممكن يرجع لمروان لورا لان كل اللعيبه اندفعت، لو حب يعمل كروس في اي حته هيتخبط في مدافع من دول. الراجل عمل ايه؟ راح حاططها عكس المتوقع، راح حاططها في الضيقه، الحارس شالها بصعوبه. كمل الفريم اللي بعده، الحارس شالها بصعوبه جدا. ده في اتنين قدامه منهم واحد حط له كوبري في الشوطه وفي منتهى الصعوبه برضه الشوطه يعني. تاني عشان الناس بس قال لك ده استسهل يعني. لا طبعا لا استسهل، هو كان سهل جدا يحط المران القسمه ده كده الصعب. هو عمل الصعبه جدا. عمل الصعبه وخد القرار وحطها. على فكره حسين الشحات حط واحده السنه اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا، دخل كسر في الترجي. صح. عمل الاولانيه وراح حاططها في الضيقه بنفس الشكل. كمل اللي بعده. نوقف. انا قلت لك لما تلاقي لاعب بيشارك في بناء الهجمه، تطور الهجمه، انهاء الهجمه، انا جبت لك امام وهو بيعمل اسيست لحسين الشحات، ده بنسميه مرحله تطور الهجمه. هنا الكره لسه بتطلع، الاهلي لسه واخد الكره، فالاهلي عايز يوصلك، هو امام عايز يوصلك شبه اللي عملها البرسيتاو في المباراه اللي فاتت، كره عملها قطريه راحت لبرسيتاو نزلت له بيقول لبرسيتاو هات جون. النهارده بيودي كهربا انفراد، بيحطها كهربا لما قرب عليه المدافع الجول بتاع حسين الشحات. كمل. لكن انا هنا جبت لك منين؟ من بدايه الكوره، الراجل شاف ان في سبيس وكهربا بيتحرك راح حاططها طوليه في المساحه. دي مرحله بناء الهجمه، الراجل طالع من تحت هايل، فهو عمل بناء وتطور، لانه من مراحل الهجمه وانت بتعمل هجمه نموذجيه من ضمنها الكرات الطوليه الدقيقه مع وجود حركيه
مع وجود كثافة هجومية علشان تقدر تترجم ده الجول. هنا الراجل عمل ده. روح للي بعده. روح للي بعده. كمان واحدة. كمل. لا دي كرة حسين. كمل. كمل. اللي بعده. اللي بعده. دي بقية الهجمة بقى كملت على كده. كمل. كمل كمان. 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 دي بداية القصة كلها كانت إمام. كمل. كمل. بص يا كريم. دي برضو اللي احنا جبناها من شوية. إمام هنا موجود فين؟ في مرحلة تطوير الهجمة. بيحاول ان هو يشتغل مع المجموعة. امام هنا لما عمل الباس هو عامل سكانينج كويس قوي للملعب. فلما اجي اتكلم على امام عاشور كمل بقى شغل فريمز واحنا بنتكلم. امام عاشور يا كريم بمنتهى البساطه هو اللاعب الشامل الفا الجيل ده في وسط الملعب. ناس كتير هتقارنه باللعيبه اللي بحسني عبد ربه وبحسني عبد ربه وبحسام غالي وبي وبي وبي. انا بتكلم على الجيل الحالي. هو الالفا، هو اللعيب الشامل. قبل ما يجي النادي الاهلي امام عاشور لما عرفنا ان هو مطروح في سوق الانتقالات جينا هنا وعملنا فقره عنه وعن بوبو وعن اكتر من لاعب. لما عدنا ندي جريدنج طبقا لتكامل الادوار انا ما بين قوسين جينا هنا قلنا اللاعب الشامل في وسط الملعب والمتاح لعيب سوبر يتقال عليه لعيب سوبر في وسط الملعب قبل كل اللي بيقدمه ده مع النادي الاهلي اللي هو لسه بالمناسبه انا بقول لك واقول لك مفاجاه امام عاشور لسه غير مكتمل الجاهزيه البدنيه. امام 70% امام اللي بيقدمه ده ب 70% دي معلومه مش اجتهاد. حلو.